اعمل معروف يا حاج، ربنا يسترها معاك يا رب. في ايه يا بنتي؟ عايزك تشوف لي حاجه تنزل بيها اللي في بطني. مش فاهم. انا حامل يا حاج، انا حامل. اعمل معروف، عايزه حاجه تسقطني. استغفر الله العظيم، ازاي يا بنتي عايزه تعملي كده؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. اللي في بطنك ده رزق كبير غيرك محروم منه بيتمناه. ليه يا بنتي؟ اعمل ايه يا حاج؟ ابو مش عايز. ليه مش عايز ايه؟ عندكم عيال كتير يعني؟ ربك هو الرزاق. ما هو ايه يا بنتي؟ اتكلمي. استر عليا يا حاج. هو مش جوزك؟ مش جوزي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. انت زي بنتي اتفرطي في نفسك. اعمل ايه يا حاج؟ غصب عني، غصب عني. انا يتيمه ومقطوعه من شجره، مفيش حد غيره يصرف عليا. بس الشهاده لله يا حاج، الراجل مش مخليني عايزه حاجه، مكفيني من كله. يا بنتي شرف البني ادم ما يتقلش بكنوز الارض كلها. ابوس ايدك يا حاج. استغفر الله العظيم. قولي لي، طيب قولي لي هو مين وانا اروح اتكلم معاه، يمكن ربنا يهديه. يا لهوي، لا يا حاج، ما اقدرش ما اقدرش. ده هو اللي بيصرف عليا، مين هيصرف عليا بعده؟ لا يا حاج، حرام عليك. حرام عليا ولا حرام عليكي انت واللي عايز يقتل ضناه؟ انا لا يمكن اعمل حاجه تغضب ربنا. امري لله يا رب، اروح لحد تاني. اقعدي اقعدي يا بنتي، قولي لي بس هو مين، واذا كنت يعني خايفه على الفلوس اللي بيديها لك انا هعوضك واتكفل بكل طلباتك. يا لهوي، طب والبهدله والجرثه والفضيحه يا حاج؟ لا يا حاج، ما اقدرش. يرتك اللي رايح واللي جاي يقعد يتغمز عليا. طب لو سالوني ابو مين اقول لهم ايه؟ يا بنتي حاج، كل حاجه بتتدبر. يلا قولي لي بس ربنا يقدم اللي فيه الخير. امري لله، احكي لك يا حاج. خير يا حاج. شوف يا فاضل يا اخويا، مفيش في الدنيا احلى من الحلال، ان كان لقمه او ست. كلامك مظبوط يا حاج، وربنا يغنيها بالحلال، وربنا يستر علينا وعلى ولايانا. ولا ايه يا فاضل يا اخويا؟ زي ما تكون بترمي عليا كلام يا حاج. مظبوط ولا انا غلطان؟ تعجبني نبهتك. ايه الموضوع بقى يا حاج؟ شوقيه يا فاضل. شوقيه؟ ولا مؤاخذة، أنا معرفش حد اسمه شوقية. أنا لسه قايل لك تعجبني نبهتك. شوقية يا فاضل، اللي أنت سايب في بطنها حتة منك، افتكرت؟ ولا عايزني أفكرك تاني؟ هي جت واشتكت لك يا حاج؟ هي جاتني عشان أعمل لها اللي أنت طلبته منها. بنت المؤذية، مع إني محرج عليها ما تجيبش سيرة ولا تنطق باسم قدام أيها مخلوق. الحقيقة البنت كانت صايمة عهدك وكانت رافضة تجيب سيرتك بكلمة. أنا اللي ضغطت عليها لحد ما اعترفت باسم واحد سيرته زي البرلين وسمعته الحلوة على كل لسان. ما صدقتش، جيت أقابلك عشان أصدق بنفسي. يعني إيه يا حاج؟ يعني خلصك تغضب ربنا مرتين، مرة لما غلطت معاها، والمرة التانية لما تطلب منها تسقط نفسها وتقتل روح ربك اللي خلقها. صعب عليا أهو يا حاج، أنت أصلك ما تعرفش ظروف. هتقول كده لربنا يوم الحساب؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا حاج انا راجل متجوز وعندي اولاد، تعرف مراتي تبقى بنت مين يا حاج؟ بنت عبد من عبيده. انت عايز تزعل مين بقى، الرب ولا العبد؟ صعب علي، صعب جدا يا حاج، ما اقدرش. بس ده ثوابه كبير عند ربنا. يا ريتك قصدتني في ايها حاجه، اي خدمه تطلبها مني ما اقدرش اقول لك لا، لكن في الموضوع ده ما اقدرش يا حاج، ده فوق ما قدرتي، فوق طاقتي. شوف يا فاضل، انا عايزك تتخيل كده اللي في بطن شوقيه ده واد من ولادك من مراتك، كنت هترضى ده يحصل؟ اتقي الله يا فاضل. شوف يا حاج، ما تاخذنيش، مهما تقول في الموضوع ده انا مش هقدر اعمل فيه اي حاجه. والبنت ذنبها ايه؟ هقول لك يا حاج، انا ما غصبتهاش على اي حاجه ولا ضربتها على ايدها، كل شيء كان برضاها وبخاطرها. يا اخي افتكر كده، البنت دي مش متعتك وانبسطت معاها؟ ما اقدرش انكر يا حاج. وكنت عارف ان اللي حصل ده ممكن يحصل؟ ايوه، كانت سرقان السكينه. دلوقتي عايز تذبحها بيها عشان تنفذ انت بجلدك؟ ذنب البنت دي هيفضل في رقبتك ليوم الدين. شوف يا حاج، انا هقول لك خلاص الموضوع، الكلام ده مش هيودي ولا يجيب، لكن انا اقدر ادفع لها اي مبلغ انت تحكم بيه. انت عايز تشتري البنت مرتين يا فاضل؟
كده تخسر كتير. على العموم انا حسيبك لضميرك. هي خلاص مش عايزه تنزل اللي ببطنها؟ مش هاين عليها تنزل حته منك. قلت لها خلاص خليه، انا مستعد اربيه واصرف عليه. شوف يا حاج، عن اذنك انا اتاخرت. انت ما اتاخرتش يا فاضل، لسه قدامك فرصه. والعربجه جايب البضاعه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. امال الحاج فين؟ وصل مشواره وزمانه جاي. اي خدمه؟ تشكر. انا عايز الحاج نفسه، ما تعرفش راح فين. انا عايزه في حاجه ضروري، حاجه مهمه. طب اتفضل استريح، انا هشيع له حاجه. استريح. تعالى استريح. من الحاج سامح، انت فين؟ استغفر الله. تبت على ايديك يا حاج، واللي تؤمرني بيه هنفذه على طول. طب تعالى. لا اله الا الله، انا خلاص هتجنن، دماغي هتشت، ده حتى الناس بقت تبوس ايديه. خير؟ خير، كل خير ان شاء الله، كل خير يا حاج. ايه اللي حصل؟ امبارح بالليل وانا راجع البيت حسيت بنفسي ان انا في دنيا غير الدنيا، مش حاسس بنفسي يا حاج، وماليش نفسي لاي حاجه. اللقمه ما قدرتش احطها ببقي، ومراتي قاعده تقول لي مالك، في ايه، حاسس بايه؟ كنت سامع صوتها زي ما يكون جاي من قرار بير بعيد قوي يا حاج، وفي نفس الوقت سامع زن بيطن في وداني، صوت واحده بتعيط، انما عياط غريب قوي يا حاج. وبعدين قصد دخلت ونمت. قول لي يا فاضل، انت بتصلي؟ ايوه. الفرض بفرضه؟ اكذب عليك لو قلت ايوه يا حاج. يعني ايه؟ يعني حسب الظروف. انت يظهر عايش حياتك كلها حسب الظروف. خلاص يا حاج، من النهاردة حياتي كلها هتتغير على ايديك. نرجع مرجوعنا. دخلت نمت، شفت ايه في المنام؟ عرفت ازاي ان انا شفت منام يا حاج؟ وبعدين معاك، قول لي شفت ايه؟ شفت ولادي كلهم محطوطين في حاجة كبيرة كبيرة قوي يا حاج، زي ما تكون قفة، والقفة دي مربوطة بخيط طويل بين السماء والأرض. تعرف مين اللي كانت ماسكة الخيط ده يا حاج؟ شوقية. اسم الله عليك يا حاج، عرفت منين؟ كمل وبعدين. قال أنا واقف على حاجة عاملة زي المرجيحة، وعمال أصرخ وأقول في عرضك في طولك، هي تسيب الخيط، القفة تقع، والولاد يقعوا، قلبي يقع معاها، أصرخ وأقول في عرضك في طولك، تمسك الخيط من تاني. وبعدين؟ وبعدين يا حاج اخر مره سابت الخيط، وقعت القفه، وقعوا العيال. تعرف مين اللي تلقى القفه؟ انت يا حاج اللي تلقيت القفه. شوف يا فاضل، المنام ده انذار ليك. انا خدامك يا حاج. انت لازم تروح لشوقية وتصلح غلطك معاه. هروح يا حاج، وانت بنفسك هتكون شاهد على العقد. نقرا الفاتحه على كده؟ نقرا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم.